يلتقي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في إطار جولة له بمنطقة الشرق الأوسط. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن سوليفان يعتزم عقد اجتماعات مع نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية والرئيس إسحاق هيرتسوغ، وذلك لمناقشة أحدث التطورات بقطاع غزة. تأتي الزيارة وسط توترات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو حول العملية العسكرية الإسرائيلية، حيث وحذر بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي من خسارة تل أبيب للدعم العالمي في حربها بقطاع غزة.